شرحت لحضراتكم موضوع منتهي. اللي هيكسب هنقول له مبروك، احنا مساندين واحنا وراك وبندعمك. عايزنا موجودين اهلا وسهلا وشكرا وبنحترم نفسنا، مش عايزنا موجودين هنشتغل باسمنا وبكرامتنا وبتاريخنا عشان اللي بيزايد بتقولوا في اكتر من كده صراحه بيطبل للمهندس محمود طاهر. طالما في الحق مش عايز ظهير اعلامي او جماهيري ورايا، في ربنا افضل من الجميع. ايه رايكم؟ هفضل ورا الظلم، هفضل وراه، ومصيري في يوم هنتصر زي ما امور كتير انتصرت فيها، وهتشوفوا النهارده بننتصر، وهتشوفوا في حاجات تانيه بننتصر، لان ما عندناش حاجه تخوفنا. قولوا وقولوا الكلمه دي تاني ما بتزعلنيش. عارفين ليه؟ اللعيب اللي لعب في الاهلي بيقبل التحدي وعايز كل يوم بطوله عشان يقول انا موجود. فبعد العمر ده كله والسنين اللي كلها نجاحات وانجازات وبطولات كبيره جدا، ما ينكرهاش غير الحاقد والجاهل والفاشل واللي ما يعرفش نجومه عملوا ايه. فطول ما في ظلم على رئيس النادي اللي موجود هنتكلم، لان انا ما بكلمكش في انتخابات، انا بكلمك روح 25 و26، روح ارفع اسم النادي، العار كل العار لو مجلس الاداره ما قاتلش على جمعيته العموميه ويحط لائحته، العار كل العار على اي واحد معاه كارنيه الاهلي ويطلع على الشاشات يقول لجماهير الاهلي اوعى تروحوا. وهبين لكم دلوقتي كل حاجه، ومحدش انا ولا بوجه حد ولا شمال ولا يمين، هتشوفوا، لان دورنا بنرصد. ودايما اللي عنده نوايا خبيثه وحاطط نفسه في اطار الشبهه ومش قادر يغير من مساره هو بيقع لوحده. انا قلت لكم انتوا الحكم، بنقدم وانتوا الحكم، ما بقولكش احكم على حد حلو ولا وحش، انا بقول لحضراتكم خدوا شوفوا الكلام واحنا بنرد وشوفوا احنا صح ولا غلط، ايه رايكم؟ وده اللي احنا متفقين عليه. انتخابات مفيش واتفقنا، لكن اللي بنتكلم فيه الاهلي الكبير العظيم. هتشوفوا الفيديو ده تحت شعار حلفائك خانوك يا ريتشارد، بس المرة دي حلفائك خانوك يا حطب. اتفضل اعرض لي اول فيديو ونروح نشوف عشان نعلق عليه. فيكوا ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ انتوا مش حطيتوا قانون وحطيتوا لائحة؟ في ايه يا دكتور؟ لا انا مش هتنفس. في ايه يا دكتور؟ انتوا مش حطيتوا قانون وحطيتوا لائحة؟ مش هتحترموها؟ مش هتمشوا عليها؟ ولا الأفضل اللي بيحصل دلوقتي داخل اللجنة الأولمبية بيجيبوا ناس مندوبين، بص تروح تصوت لكذا في انتخابات السلة أو في انتخابات كذا، وبخصوصا انتخابات السلة، رغم أنه الراجل ده طلع مرمط باللجنة الأولمبية الأرض داخل النادي الأهلي على مسمع ومرأة من الجميع، ومع ذلك يحظى بدعم من رئيس اللجنة الأولمبية. دعم إيه؟ دعم إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ وأنتوا بتحبوا كده؟ في إيه؟ في إيه؟ أنا هادي أهو خالص. خليكوا أحسن. زكوا ده في انتخابات السلة وزكوا ده في انتخابات المش عارف إيه. صراحة الأمر مش لا مش حلو. الأمر لا يليق. ده انتوا هتديروا الرياضة في مصر خلاص، ما عادش فيه صلاحيات للوزارة غير الرقابة المالية. انتوا اللي هتديروا. مهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الذي يساعد فلان وفلان وفلان في الانتخابات، وحضرتك نائب رئيس اللجنة الأولمبية. ومهما بعتوا لي رسالة مش هصدقكم. إذا كان بقى طبيعة الأشخاص الخوف والضعف والجبن دي حاجة تانية. أو أن موقف النادي الأهلي سليم. اللجنة الأولمبية اللي يتدخل أعضائها في انتخابات ملاكمة وانتخابات سلة وانتخابات تنس طاولة وانتخابات رماية وانتخابات فولي وانت مالك وانتخابات جودو وانتخابات مصارعة، مش دورك يا فندم، مش دورك يا فندم خالص. ويبدو اننا في حاجة لهزة بقى ورجة. لا محتاجين رجة. هنا انا ما بتكلمش على الاعلامي اللي بيتكلم، انا بتكلم على مضمون الكلام. مضمون الكلام اللي بيتقال هنا ان عشان نختصر الفيديو،
في البدايه كان في حته بس انا هقولها لحضراتكم، ان الدكتور علاء مشرف بيحاول يبقى وسيط ويقعد رئيس اللجنه الاولمبيه الدكتور هشام حطب. هو احنا دايما مش بندور على الحوار وبنقول نقعد مع بعض، ولما نقعد على مائده الحوار هيبقى فيه ممكن توصل لاتفاق، ممكن توصل لحلول، ممكن تشوف يمكن تقتنع برايي اللي انا صح او انت بتعمل حاجه غلط، مش احنا دايما بنطالب بده؟ فجاه بقى ممنوع ووحش وعيب وكخه وكل حاجه عشان الراجل اتعمل تصريح. وانا بقول دايما بالونات الاختبار بيخاطبوا النادي الاهلي عن طريق الاعلام، لان عارفين 100% ان النادي الاهلي عنده حق، عارفين 100% لمجلس اداره النادي الاهلي انحاز لجمعيته العموميه، عارفين 100% ان الاهلي عايز يحط لوائحه ومحدش يتدخل جوه النادي الاهلي. ده كلام قلناه كتير. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه بعد رئيس اللجنه الاولمبيه كان بيدخل كل يوم في البرنامج وكان كل يوم انت صح وكمل كل ده عشان اتقال الراجل هيقعد مع النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي هيمشي ورا كلامه اللي عمله بعيد عن اي ضغوط، لان الكبير يقود ولا يقاد. والكبير هنا مين؟ الكبير الاهلي. طالما بقى بنتكلم في الحق، هو الكبير كده تسمع كلامه وتمشي وراه، لان انت ما انا اسف لما نيجي نتكلم على التاريخ، تعال احكي لكم بقى حاجات لازم حضراتكم جا الوقت اقولها لكم. عارفين ليه بنقول نادي الوطنيه؟ هي مش فكره ان الاهلي بيودي لعيبه على المستوى الفرقه الجماعيه او على مستوى كره القدم للمنتخبات، هي في نقطه اهم من كده. النادي الاهلي بيفتح الملاعب بتاعته لكل المنتخبات في كل الالعاب ببلاش من غير ولا مليم. واسالوا اللجنه الاولمبيه، اسالوا الطايره واليد والسله، مجمع الصالات بيتفتح لكل الالعاب الجماعيه وكل المنتخبات، بتاخد لعيب جاهز من النادي الاهلي بثقافه الاخلاص وثقافه الانتصار اللي النادي الوحيد اللي في مصر بيربي الناشئ من الكبير للصغير. فبتاخد لعيب مختلف، منتاليتي مختلف، عقليه مختلفه، ثقافه اللي عشان كده تلاقي 10 من الاهلي في المنتخب، لما يروح 2 و3 تلاقي اخفاقات فيروح راجع بسرعه على مستوى كره القدم. لا يا عم، ده الناس دي بتاخد دوري وكاس في أسوأ حالاتها. انا بقى هو بنتكلم بصراحه. فهو ده انا ما كنتش حابب، لان احنا ما بنمنش على لجنه اولمبيه ولا بنعمل، لكن ده دورنا الوطني، وده اللي الناس كلها لازم تعرفه بدون ولا مليم. فلما الوزاره تديك فلوس مش كامله، فانت حضرتك برضو ما بتمنش على النادي الاهلي. ما انا بطلع لك بطل، انا بطلع لك بطل اولمبي وانت بتهدمه وانت تبطله وانت تقول بياخد منشطات، بتحارب ابنك. هي دي الحقيقه. عندنا قاعدة محترمة جدا. محترمة ايه؟ لا مش محترم. عندنا قاعدة ما بتحصلش غير في لما يبقاش فيه رؤية ومبقاش فيه تخطيط. ايه هي؟ عندنا منتخب مصر ياخد 3 كاس امم وسهل يروح كاس عالم، تلاقوه 3 سنين ما يروحش كاس امم. ده ايه الرؤية والفيجن اللي عندنا ده؟ احنا ناس جامدة قوي في التفكير. ادي دي جزئية. عندنا ايهاب عبد الرحمن مؤهل ياخد ذهب، تلاقي اضرب كرسي في الكلوب، تحدي القوة، مش عارف يحصل خناقات، تك تك تك، الراجل قال لك منشطات ما يروحش. عندنا كرم جابر راجل كاركتر، شخصية غير طبيعية، راجل تشوف حتى جسمانيا في اللعبة بتاعته حاجة مبشرة وحاجة تفرحه، بدل ما السنة اللي بعدها واللي بعدها يكتسح تلاقي يجيب لك بطولة ذهب ويتدمر، يعاني عشان يعمل معسكر ويعاني عشان تصرف عليه ويعاني ويعاني ويوصل يحس اللي هو بيشحت بعد ما بقى نجم اولمبي وبطل اولمبي، وفي الاخر ننساه ونفتكره بالبطوله ب 10 دقايق بالعقليه المصريه بتاعتنا. الاعلام اللي كان بيتكلم دلوقتي كان بيتكلم على فكره اللي جاي الاولمبيه عايزه مين في الانتخابات وبتدور على مين. طب ما انت حضرتك كنت بتساند الناس دي الشهر اللي فات قدام النادي الاهلي والناس كلها عارفه. هي دي الحقيقة. ما قلناش الحقيقة إلا غير لما ابتدوا يتراجعوا عشان الأهلي صح. أقسم بالله موقف الأهلي صح يا أهلاوية. هتتخلوا عن ناديكوا وتسيبوا المصالح تتحكم في عقولكوا وتسيبوا الناس تضحك عليكوا وتسيبوا إعلام موجه يعب عقولكوا؟ والله العظيم دي الحقيقة. اللي عايز يصدق يصدق، لأن أنا مش هحلف تاني في الحلقة، بس أنا طول الوقت
شرحت لكم موقفنا اهو، لو لقيتونا عملنا غير كده هنبقى كدابين، واليوتيوب ما بيرحمش، هتقول ده بصوا قال ايه وعمل ايه بعد كده وانا عارف. وعشان كده بيقعدوا يدوروا علينا على الحاجات دي ما بيلاقوش، لان احنا عارفين قلنا ايه النهارده وقلنا ايه من 4 سنين. واللي بيمشي في خط واحد بيريح نفسه، ما بيستناش يبقى خايف من حاجه. فمن هنا شفتوا الكلام ده، بقوا وحشين، بقوا كخه، بقوا بيتدخلوا في امور الاتحادات، بقوا موقف الاهلي هو بقى ما تكمل، موقف الاهلي سليم ما تكمل في طريق، تقعد ازاي انتوا مش رجاله ولا ايه؟ عشان اتقال بس هيقعدوا مع النادي الاهلي، عشان لو الموقف اتغير مش هنقول اللي حد وحش. وهي دي الفكره، ما تحطوش في نواياكم امور سيئه، مش هنقول اللي حد سيء، مش هنقول اللي حد كان بيتبنى موقف، هنقول ان النادي الاهلي كان عنده حق، والنادي الاهلي كان في اللوايح حاجات مظبوطه كان بتبنى وجهه نظر خاطئه، او الناس دي كانت وجهه نظرها خاطئه، لكن مش هنتصيد الاخطاء لان احنا كبار. وهي دي الفكره اللي بنوضحها، الكبير مش هيتصيد الاخطاء، ما احنا في مليون واحد معانا عليه حاجات، ما بنعملش كده، وراجعين بعقليه مختلفه وبنتعامل باحترام مع الناس. ليه بتحسبوها كده اللي في الكواليس ممكن يحصل حاجه؟ لا انا هتفضل على الموقف.